وقد أشاد عدد من الأكاديميين والقيادات في السلطة المحلية بمأرب مناقب الشهيد ومآثره وتضحياته في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار المحافظة وحرية وكرامة أبنائها. أربعينيات الأستاذ القدير حسن مبخوت جابر الشبواني، هذا الشاب عرفته عن كثب حين كان أمينا عاما لكلية التربية والآداب، فكان حسن الأخلاق، فكان نشيط في عمله، بشوشا مرحا مواظبا مخلصا، كان صغير في السن لكنه كبير الطموح وكبير الأهداف، متفانيا في عمله، يجمع ولا يفرق، يؤلف ولا ينفر، كان محبوبا بين الموظفين وممن يتعامل معهم بحسن أخلاقه وبمرونة معاملته وبسلاسة أسلوبه الذي كان فريدا ومتميزا. أتت هذه الفعالية العظيمة على قلوبنا في ذكرى الأربعينية للشهيد مبخوت جابر الشبواني، وحقيقة هذا الشاب الذي وضع لنا خطوط عريضة في التضحية، خطوط عريضة في الفداء، خطوط عريضة في الشجاعة، في الإقدام، لم يكن مدير عام فقط وإنما كان قائدا ميدانيا في كافة الجبهات، لم يتوارى يوما أو يتهاون يوما في أن يذهب إلى الجبهات، كل كان قائدا عظيما، كان يقود كافة الشباب وكان يذهب بالشباب جميعا. هذه الذكرى تأتي علينا لتستنهض همم الشباب في الذهاب إلى الجبهات والذهاب لمواجهة هذه الميليشيات الكهنوتية التي تحاول أن تغزي مأرب، والحمد لله اليوم في ذكرى الأربعين والانكسارات والانتصارات تتحقق في محافظة الجوف، تتحقق في كافة المجالات. في هذا اليوم أبناء مأرب في الذكرى الأربعين لاستشهاد الأخ القائد حسن مبخوت الشبواني مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية، هذا الرجل الذي ضحى بنفسه شهيدا مدافعا عن الوطن وعن الثورة وعن الجمهورية وعن الوحدة. أبناء مأرب وأبناء اليمن يقفون صفا واحدا مع الجيش الوطني دفاعا عن الدين والوطن والعرض. يتذكر أبناء الشعب اليمني بداية الانقلاب الحوثي في صنعاء وما قام به من تشريد ومن قصف ومن تهديم للمساجد ودور العبادة. هذا الميليشيات المدعومة من إيران أتت لتغيير العقيدة الإسلامية، فوقف أبناء أب وأبناء تعز وأبناء الحديدة وأبناء الضالع وأبناء الجوف وأبناء ريمة وأبناء ذمار، كل المحافظات هي اليوم في مأرب، وهم هم اليوم في الساحل الغربي، وهم اليوم في الجوف، هم اليوم في الضالع، هم اليوم في تعز الأبية، في كل المحافظات يدافعون عن الشرعية وعن الوطن. سيسجل التاريخ كل المواقف المشرفة بأحرف من نور. رائد العمل الإنساني ومؤسس الشخصية الاجتماعية التي أدارت الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه المحافظة محافظة مأرب، له العديد والكثير من الإنجازات، فقد سهل الكثير من الأصول من المنظمات الاجتماعية والتنموية الخيرية، كذلك كان له الثقة بنفسه مما جعله قادرا على التحمل المسؤولية والتحقق على النتائج بكل شفافية ووضوح ومرونة. كان يحب فعل الخير ويدل عليه، وكان ذو علاقات عامة ويحب العمل الجماعي، وكان نزيها وطموحا، وأيضا كان شجاعا، وكان متواضعا مع مجتمعه ومع كادره الوظيفي.